فبميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي جنوب شرق جانت، أشرف السيد الفريق على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية قامت به بعض وحدات القطاع مدعومة بمروحيات الإسناد الناري بعنوان المجموعة الفرعية التكتيكية في صد هجمة غير تقليدية. التمرين تم تنفيذه باحترافية عالية اتضحت معالمها من خلال دقة إصابة الأهداف، وهو ما يؤكد المستوى العالي في تحضير وإعداد وتنفيذ هذا التمرين، وكذا المهنية الراقية التي بلغها أفراد قواتنا المسلحة في مجال تنفيذ مختلف الأعمال القتالية. السيد الفريق الذي تابع كل التفاصيل هنأ الأفراد المنفذين للتمرين شاكرا لهم جهودهم المضنية التي يبذلونها ليل نهار حماية لكافة حدودنا الوطنية من كل المخاطر والتهديدات والآفات. السيد الفريق وفي لقاء تقييمي مع أفراد الوحدات المشاركة أكد على أن حرصه لحضور هذا التمرين يهدف إلى تطوير ومتابعة العمل الاختباري الميداني بما يكفل تنسيق الجهود وانسجامها. في العزم الراسخ والإرادة الفريدية والإصرار على النجاح في المهام الموكلة التي ما انفكت تعبر عنها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ظل قيادة وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، هي أن يبقى الجيش الوطني الشعبي سرير جيش التحرير الوطني دائما وأبدا مثالا للقوة والصرامة القتالية، رمزا من رموز النصر والانتصار، وذلك هو مبدأ بالمبادئ تلمس السبول التي تسمح لنا في هذه المنطقة الاستراتيجية ذات الطابع الجيوسياسي غير مستقر، وبتحقيق الأهداف العملياتية المتماشية مع ما نصب إليه من جاهزية قصوى تفرض على الجيش الوطني الشعبي بأن يكون دائما وأبدا مهما كانت الظروف والأحوال عند حسن الظن شعبه فيه وفي مستوى عظامة المهام التي يتشرف بأدائها. السيد الفريق ألح على ضرورة القيام بالتقييمات الموضوعية لكافة الجهود المبذولة لا سيما بالنسبة لإجراء التمارين التكتيكية المختلفة المستويات والأهداف. فالتمرين هو اختبار ميداني وحقيقي لكل المنظومة التكوينية باعتبارها تمثل قاعدة وأساس تخريج الكفاءات، وهو اختبار أيضا لمستوى التحضير القتالي الذي يمثل دعامة اكتساب التمرس وصناعة المهارات. التمرين سمح باختبار جودة العتاد المستعمل ومدى تحكم الأفراد في استخدامه وقياس درجة إدارة المعركة في صورتها القريبة من الحقيقة.